حدا بيعرف نياتي أصحاب تلاتي أصحاب تلاتي أصحاب تلاتي شو مهضومية بس مشانية سوا سوا عايشين أصحاب تلاتي بيتسلوا ما بيملوا جوّن يا حياتي أصحاب تلاتي سيدي أنا كتير منظمة معودة حافظ على بيتي هيك معلمة لكن شو بينفع إذا ما حدا بيقدر قلبي وعقلتي أصحاب تلاتي أصحاب تلاتي أصحاب تلاتي شو مهضومية بس مشانية سوا سوا عايشين أصحاب تلاتي بيتسلوا ما بيملوا جوّن يا حياتي خلاص أصحاب تلاتي مرسي حلو هالحكيم شو بدكم بهالحكي جذاب؟ بك شي سمر؟ لبلكي الزلمة مرتبط أو مجوز إيه وبلكي أعزب لما فكرتي بهالاحتمال لا مش طبيعية أنت والله ليكي أنت أساسا شو خصك فيي؟ اهتمي باللي عندك اهتمي بأمورك أنا عم بمزح معكم باللي عندك؟ ما هو حق بشو؟ باب ما هو حق إنه يزعل منك ويتضايق باب بحبك كتير وهو أكتر شخص واقف حدك وساندك بكل المشاكل اللي قطعت فيها خاصة بموضوع أدهم بس أنت زدتيها كتير أنا عارفة هذا الشيء ولك أخ ولك إذا جنى اللي بنص كوما وانتبهت وحللت الموضوع معك حق سمر أنا أوقات بكون هبلة وغبية بعرف مرسي بس بفهم كتير منيح بالحب أنت كنت كتير مبسوطة ومرتاحة وقتها كنت أنت وباب بس في شغلة كنت كتير نسيتيها أنه هو كمان بحاجة لإلك وبدو إياكي تكوني حده يعني بالنهاية كان معك كل المواقف بس أنت خفتي قال شي كتير مهم أدهم بطل ولد وعفاف منا هبلة لوين بتكون تروحوا يعني وين واصلين بالعلاقه ايه نرجع لحديثي حبيبتي 100 مره قلت لك هذا الصبي ما فيك تربيه بغنش هيدا بده تربيه قاسيه اوكي خليه يروح يربي شخصيته على بنت من عمره مش على امه خلص خلص بلا هالعقد بقى انا عارفه هذا الشيء ريما انت عم تتاخري انت عم تخافي من المواجهه لما تقولي لا ادهم ولا العفاف خايفه تفضحي العلاقه بس بالنهايه طلعي فيها انا شايفة يعني أنا حياتي كتير حلوة لوين عم بوصل بهيدي الحياة الأولاد كلهم عم ينتبهوا إنه في شي غلط وفي كتير قصص صعبة عم بتصير وخطرة بس بعدني عم خبي كل مين عم تصير أصعب إني أحكي بالموضوع وأقول لهم وين صرنا نحن بحياتنا ما بقى تتأخري جنى أنت وضعك غير صح أنا وضعي كتير غير بس أنت أهون مني بكتير لأنه أدهم مش رح يطلع فيكي ويقول أمه أنه عم تظهر على بيو وعم بتخونه أو أنه والله بيو مدري كيف عم يعامل أمه أنا أصعب أدهم كتير واعي وعبالي يكون أوعى استغل هيدي الفرصة ريما حكي معه فسري له خليه يحس بالمسؤولية ويستوعب الموضوع مش غلط بني أنت مش عم تعملي ولا شي غلط عم تكفي حياتك صح؟ لك هي أول مرة بحس إنه جنى بتحكي شيء له طعمة إيه؟ إنه غير قصة الشغل والحسابات فكري فيها ريما عن جد فكري فيها مظبوط إذا كان هو باب الشخص اللي بتحبيه اوعى تخسري بالنهاية فيك تعملي عائلة وتحافظي على عائلتك عكسي أنا طب خلص خلص جنى بس أنا ما عم بفهم سمر نحن هون لحتى
لحتى نحكي عن جنى وبوضعها ولا كيف؟ أنا ما عم بفهم يعني إنه أدهم إنه بوب خلص. بتعرفي شو؟ إيه نحنا مش جايين نحكي هلا بموضوع ريما، موضوعك أهم، بدك تخبرينا شو عم بيصير معك جنى، إنه هيدا اللي عم بيصير معك عن جد منه ستريس ومنه ضغط، شو عم بيصير معك؟ ماشي. نحنا هون بدنا مصلحتك جنى. نحنا كرمالك هون. هودي شو جنى؟ شو هولي؟ شو هول؟ من جبت يا نور؟ جبتهم من السيارة قبل ما انقلك لهون. انه ما بعرف اذا خبرتي للحكيم عليهم، بس شو صاير معك؟ لشو عم تاخدي كل هالادوية؟ انه لازم تخبرينا نحن اصحابك ولو؟ اذا نحن ما بتوثقي فينا. بنعرف قد الموضوع متعبك، بس جنى حبيبي نحن بدنا كرمالك، بدنا مصلحتك مش أكتر. ايه اكيد هو جنى اطلعي فيه. ليكي لا انا ولا ريما بقى مستعدين نخسرك، اوكي؟ بدك تخبرينا كل شيء شو عم بيصير معك قبل ما يوصل جوزك لمرت. نور بدها العملية اليوم. عزيز شو احنان؟ تمام؟ هلا كيفك؟ ليك تحكيني كلمة. عرف شو ليه ما حكيتني؟ كنا جينا سوا؟ ما كنت بالبيت يا زلمة، ومازن حكينا دغري، فجيت. مازن حكيك دغري إلك؟ ايه ما انت لك بالعاده تحكيني الي وما حكيتني لا يا خي ما هن الشباب وقت حكوني قالوا لي انه انت جاي لهون عرفت كيف؟ توقع شو اليوم بدنا نولعها ايه؟ انا وادهم عملنا ديل كثير مرتب هاليومين المفروض يحكونا نعمل اول عمليه لنا بس ليك ممنوع الغلط مفهوم؟ لانه اقل غلطه ما حدا بيرحمنا اوكي؟ سامع؟ شو الخطه؟ يلا هلا بالسياره بخبركم وادهم يشرح لكم شويه تفاصيل يلا اطلعوا يلا ماشي شو صاير عم تتفق كثير انت ومازن ما وقت هو يحكيني عم بحكيك لك لا لا في شيء مش منطقي انه عرف بعلاقتك مع كريم ولهلا ما طلب الطلاق واخذ الاولاد ما بعرف هلا بدك تقنعيني انه عم بجرب يزبط وضع العائله ليكي معقول يكون خايف من بيك مثلا؟ ولك اكيد لك هيدي وين تفكر اكيد ما خايف من بيا يعني عن جد ما بعرف ليكي شو قالت حكيمتك؟ قلت لك قبل ما انش عم بقدر شوفها لا انت ولا نديم؟ ليكي جنى انا ضد كل هالادويه اللي عم تاخديها، قد ايه صار لك عليها؟ كثير حبيبتي صار لك كثير ما شايفتيها كيف صايره يعني؟ جنى حبيبتي اعتذر اني تاخرت كنت مطرح كثير بعيد انت منيحه أنا بتشكركم لكم بيتوا حدا ليه ما في داعي تشكرنا خلينا نفل نحن الحكيم بده يشوفه أنا معلش بشوفه بعدين خليني أقعد مع جنى هلأ شوي لترتاح بس نام بروح بحكي خليني إلا باي أنا جنى حبيبتي يلا انتبه على حالك إيه أوكي باي صبر أنا بدي أتشكرك على كل شيء عملتي عشو؟ بالفعل ثانك يو لانك حكيتيني وبقيتي حدا لا ما في داعي تشكرني هيدا الا واجب نعمله هلا بجيب لك جزدينا من السياره اوكي الوضع منه عجبني ابدا شفتي كيف اجى وعامل حاله مهتم شو متوقعه يعني ليش شو بده يعمل غير هيك قدامنا يعمل اللي بده اياه وانا بعرف حالي شو بدي اعمل لحظه شو بدك تعملي في حديث لازم يصير بيني وبين هيدي الحكيمة. أنت مش ملاحظة إنه الأمور عم تركب هيك كلها بالصدف؟ ملاحظة إنه في شيء كثير غريب عم بيصير وبلا تفسير. 100% الحكيمة رددها على الدواء وليكي كيف صارت. ونديم معه خبر بكل شيء وما عم ياخذ قرار ويطلق. أنت برأيك هيدا شيء عادي يعني عم بيكون؟ ما هيدا اللي محيرني. ما راح ارتاح إلا ما عارف شو صار. يا جنى عم تخبي شيء علينا، يا نديم عم بيخطط لشيء كثير كبير. بس بكل الاحوال هيدي الحكيمة إلها خص بشيء. طيب دقي لها للحكيمة هلا يلا. ايه لا، في شيء ثاني براسي بدي أعمله. بس خليني آخذ رقمه، أكيد جنى مسيفته على سلوليرا، ولازم رد السلولير لجوا قبل ما نديم يشتري عشي، هالمرت نقزني لما سألني. فكرت وانتبه إنه أخذت السلولير. اوعى سمر، اوعى، شو في براسك؟ Thank you.
غريب، مش هادة تكون مقفلة. أكيد في شي جوا، لازم نفوت. ليك؟ جرب هيدا. من وين جبته؟ شفته جوا هنيك جبته. لك شفت ليش بحبك؟ فوتوا يلا فوتوا. عشلو عشلو. هيدا موريس عم يدق لي شكله اجى حدا على السريع. دبوا كل شيء ويلا رجعوا كل شيء مثل ما كانوا. خارج يلا بسرعه مش على السياره. روح 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 سكر هيدا الجبل. روح يلا روح بسرعه. احنا مقررين انه يكون اجتماعنا مش قبل بشهر صح؟ مش قبل ما نخلص. لا ما في مشكلة. إذا هن شايفين الموضوع ضروري أنا ما عندي مشكلة. وأكيد رح التزم. على كل أحوال ميرسي لأنه حكيتوني إلي دغري. لا ما في مشكلة، أنا بحكي المحامي. بكره إذا الله راد بنجتمع. ميرسي كثير. سلم على أستاذ جواد. مع السلامة. شو صاير؟ هيدي السكرتيرة تبع الشركة الجديدة اللي عم اشتغل على مشروع سوا. طالبين منها اجتماع؟ ايه منيح. لا ما بعرف لا شو الموضوع ولا شو بده يقولوا لي، بس طالبين اجتماع. بس ليه عم بيحكوني الي دغري؟ ما بعرف انه بركي عندهم افكار بدهم يطرحوها. شك لا يحكون اليوم والاجتماع بكره مش مزبوطة. لو كان بكل هالبساطة كانوا بعتوا لي ايميل. ماني مرتاح للموضوع ابدا. ما تعطي الهم، انه شو معقول يصير يعني؟ كله بينحل. خليني احكي المحامي. واذا بدك انت تجي كمان ما في مشكلة. وليه بدي اجي بكره يعني؟ انه مش انت بدك تستلمي كل شيء خصو بالقانون بالشركة؟ هيدا اذا قبلتي اكيد. فمش غلط تكوني موجودة بالاجتماع. عم يرد؟ لا. هي لحظة شباب، ليك تليفونه هون. يا الله شو بدنا نعمل هلا؟ روق معني نعطيه بعد خمس دقايق. لحظة شو خمس دقايق؟ ما فينا نخاطر ونضل هون. بركي حدا عمل له شيء، بركي حدا لقطه. معقول يجي يشوفونا هون نحن كمان؟ عمر معه حق. يلا يا دم يلا يا دم. لازم شباك بركي يجي يشوفونا. انا نزل شوفه. لك من عقلك تنزل؟ كيف بدك تنزل؟ عمره ما يرجع. ما عمرنا بقينا كرمال حدا.
عملتي يا كلارا؟ أنا منيحة. بوبو كرمال الجاليري يعني اللي صار هو كان شو عاملة هلا؟ ولا شي، بعدني واصلة. ليه؟ طلعي. لوين؟ نعمل برمي، بلكي بناكل شي محل. لازم عندك شي يعني. لا ما عندي شي، بنروح. كنت دايما نقول هيدول اتنين لابقين لبعض، مش هيك بتقولي؟ انت عم بحكي معي؟ يعني ما في يقول اني ما فكرت بالموضوع من قبل. ما بتزهق او بتتعب من الرسم من الصبح لعشيه؟ ده ليه بدي ازهق؟ بعدين اذا بدي فوت بموضوع الجاليري للاخر مفروض يكون في رسمات حلوه ومرتبه. ايه عندك 100 رسمه مطبوبه جوا. بس ادم هوليك. بعدين انا بدي خيارات اكثر، وهلا مساق بمحمس على الرسم. ايه هيدي لارا. يا الله ما اهضمها. يا الله قالت لي انه عندها تصوير اليوم بشمال، وبتعرفني قد ايه بحب هالمنطقه، عم تبعت لي صور. دخلك انت ماشي حالك انت ولارا. ايه مهضومه هالبنت، شو بها؟ ليك بوب، امي انت ليش ما بتحط عقلك براسك هيك وبتكون جدي معها؟ امي بك شيء؟ ايه لشو بها لارا؟ بتجنن، مهضومه وذكيه وحبوبه، واهم شيء انها اخدي رضا امك. بشرفك بابا، فكر جديا بالموضوع. ان شاء الله ان شاء الله. شو ان شاء الله يعني؟ يعني في شيء؟ في حدا؟ في حدا امي. عن جد؟ وينها؟ وين مخبيها؟ مش مخبيها يعني، بس انه مش هيك بتصير الامور شوي شوي. طب وينها؟ يعني شو بتعمل؟ شو بتشتغل؟ خلصنا بقى. انه يعني شو؟ انه بدك ياني اعرف انه في حدا بحياتك وضل ساكته؟ ولكل انه خبرني شي شغله؟ مرة حلوة، مهضومة، بتشتغل بالفن، بتحب الفن، ومرتاح معها، ذكية. بتحبها يعني؟ يقبرني! هات لك بوزي. وبس وصلت لعنده دغري استقبلني، بلا موعد بلا شي. ايه مع انه انا ما قلت له اني رايحة لعنده، ونطر كل الزبونات برا كرمالي. منيحة هيك ستنا؟ لا لا لا، لا حتى شي مطرح هون بالصالون. حاضر. دخلك انت مركز معي عم تسمع؟ ايه ولا يهمك ستنا ولا يهمك. وصلتي دغري عند الدكتور كمال واستقبلك بدون موعد؟ ايه. وفرجيته الادوية، هو شافهم طلع فيهم هيك وخوت جن، قال لي من وين جبتيهم؟ مين عم ياخذهم؟ ولما خبرته الخبرية وشرح لي عن الدواء، بأكد لك لا نديم ولا هيدي الحكيمة رح يكونوا ممنونين. حلوة؟ أكيد أكيد، نديم معه خبر ومكذب عليا لهيديك، وهيديك ماشي معه بالكذبة. بس جنى ليه ما عم بتخبرنا إنه رجعت على الأدوية؟ إيه؟ ليه ما عم بتخبرنا شو صار معه؟ إيه ولا يهمك ولا يهمك ستنا، ما كل واحد عنده مشاكله. ليك انتهى الاجتماع، روح حطها مطرح ما بدك، خلص ما بدي علقها. يلا الله معك. ولا يهمك ستنا، يلا بالإذن. ولا يهمك. وين كنت؟ علقت بالبيت جوا. كيف يعني علقت بالبيت جوا؟ ما فهمت شو يعني علقت بالبيت جوا؟ عمر قال انه كنت وراه. كان في قداحة على الارض فذهبية، فرحت بدي اجيبها للقداحة فما طلعت قداحة. وكنت عم بنزل على الدرج وكان في عالم هنيك، فانطرت لفلو ورجعت بنزل. منيح منيح. الحمد لله على السلامة، يلا. ما صار شيء يعني. يلا بير علي. شو زمطت؟ كنت شو فكرك عم تعمل؟ ليك حبيبي ما تفكر انه اذا كذبت تدافع عني يعني صرت منيح. ايه؟ كل ما عم اقول لك هيدي المرة انت زمطت. كنت ليش هيك عم تعمل؟ فكرك مازن مش عارف شو عم بيصير؟ وانا مش عارف مشاكلك مع امك وبيك. ايه؟ عم تعلمني على مازن؟ تاني شي شو عم تعمل يعني؟ عم تهددني؟ انت ما بتعرف شي عني حبيبي. انا بتعبي فت لهون. انت بلاي هون ما بتسوى شيء، فاهم؟
بتعرف انه انت بليت شو تكون هلا عم تعمل بالبيت؟ عم تلوي مع امك. ايه ما تخلي الخسه تكبر كثير براسك، فاهم؟ شو في هون؟ شو في؟ ماشي خيي، عم نحل كم شغله مع بعض. انا بدي امشي. نحكي بكره، اوكي؟ اوكي. دخيلك انا كثير تعبانه، ما بعرف شو بدي اقول لك، بس لازم تشوفيني. طيب رح اقطعك اخر موعد عندي. ممنونتك، انا ممنونتك، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني بس عن جد بشكرك. بس الاسم؟ الاسم؟ الاسم ما اسم ما اسمى اسمى اسمى. اوكي، وشو العائله؟ صبري، أسمى صبري. أوكي، أسمى أنت من وين جبت رقمي؟ أصحاب ثلاثي، أصحاب ثلاثي، شو مهضومين بس مشانين سوا سوا عايشين. أصحاب ثلاثي، يتسلوا ما بيملوا، جوّن يا حياتي. أصحاب ثلاثي. أنا مرة بحياتي، أنا حرة، حوالي في كتير رجال عم بلعب ع كل حبيب، وما حدا بيعرف نياتي. أصحاب ثلاثي، أصحاب ثلاثي، أصحاب ثلاثي، شو مهضومين بس مشانين سوا سوا عايشين. أصحاب ثلاثي، أنا كتير منظمة، معودة حافظ على بيتي، هيك معلمة، لكن شو بينفع إذا ما حدا بيقدر قلبي وعقلتي؟ أصحاب ثلاثي، أصحاب ثلاثي.